يا ريت تبقون هنا. أنا والله يا ست أمل طول العمر، والله هذا البيت رجعت للحياة بوجودكم. بعدك يا ليلى، يعني ما تعرفين أنه إحنا وزعنا إقامتنا بين لبنان والعراق؟ بس أنا هواي أفرح بيكم لما تجون، خصوصة هسه والست زينة حامل اسم الله عليها. شكرا ليلى. تخيلي بس يتحرك، يعني من أنام بنص الليل يقوم يدفر، من كثر ما يدفر يقعدني. يلا إن شاء الله تكون ولادتي طبيعية، يعني قيصرية. لا مبين عليك ولادتش طبيعية بإذن الله. طيب ليلى شكرا، من أحتاجك أصيح لك. حاضر ست أمل. هاش سويتي أنتي؟ شكو مو هيك يصير ويا المرأة الحامل. أم خالد قصتها يعني كان مبين عليك تمثلين. أنتوا تعرفون الحقيقة، أنا مو هيك حسيتوا إنه أنا دا أمثل، بس ليلى ما تعرف شيء. أنا مشتاقة أروح البيت، صار لي هواي ما رايحة. عبالي آخذ وياي زينة يعني شوية تهدي أعصابها وتغير جو. ليش بها أعصابي؟ كان فضحتي نفسك قدام المرة الغريبة. صحيح. هالمرة عبرت على ليلى. بس المرة الثانية ما ممكن تعبر على أحد. لا تنسين إحنا مسوين كل هذا الموضوع بالسر، يعني كل قرايبنا وكل معارفنا لازم ما يحسون بالموضوع. المهم خالد ما يفضحنا. خالد ما يفضح شيء، وقصته هو ونيفين خلصنا انتهت.